وفي الأول من شهر مايو أيار يحتفل العالم بعيد العمال تقديرا لجهودهم وفرصة كذلك للمطالبة بحقوقهم، ويحمل الأول من شهر مايو العديد من الذكريات التاريخية التي كانت سببا في الاحتفال به حول العالم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي لعيد العمال، وهو تقليد سارت عليه معظم دول العالم في الأول من شهر مايو أيار. فكرة الاحتفال بعيد العمال استوحاها زعيم العمال الأمريكي بيتر ماجواير من كندا عام 1882 خلال حضور احتفالا للعمال بتورونتو. وارتبط الاحتفال كذلك بقضية هيماراكت الشهيرة في أمريكا، والتي أنتجت محاكمة مثيرة للجدل كان سببها إضراب عام للعمال والحرفيين بالولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أن معظم دول العالم تحتفل في الأول من آيار مايو بعيد العمال، إلا أن أمريكا فضلت أن تحتفل بعيد العمال في أول يوم اثنين من شهر أيلول سبتمبر. ويمكن القول بأن تطبيق فكرة يوم العمال العالمي في الأول من مايو آيار بشكل الحالي كان في أستراليا عام 1856. وتختلف مظاهر الاحتفال بهذا اليوم بين دول العالم، وفي كثير من الأحيان تنقلب تلك الاحتفالات إلى احتجاجات ينظمها العمال للمطالبة بحقوقهم. كذلك يمكن أن تضرب آلاف المؤسسات ومئات الآلاف من العمال عن العمل في العديد من الدول كمظهر للاحتفال بهذا اليوم. وكمثال على تحسب بعض الدول من الاحتفال بهذا اليوم، أمرت الشرطة الفرنسية الشركات والمتاجر المتواجدة في باريس بتدعيم واجهات المتاجر وإزالة مقاهي الشارع تحضيراً لاحتفالات عيد العمال، والتي تتوقع السلطات الفرنسية تحوله إلى عنف.